اهلا بحضرتك. ليه؟ هو انت فاكره نفسك السفيره عزيزه؟ انت هتعملي لنا يعني فيها السفيره عزيزه؟ الجمله دي بتقولها كل واحده بتتفاخر بعلمها والمنصب اللي وصلت له، وكانت كمان بتتقال على ست الحسن والجمال في المناطق الشعبية المصرية اللي كان بيتضرب بجمالها المثل. لكن مين السفيرة عزيزة دي وعملت ايه عشان يتضرب بيها المثل ويتعمل باسمها فيلم جميل سنة 1961 بطولة السندريلا سعاد حسني اللي هي فعلا عندنا السفيرة عزيزة وبطولة كمان شكري سرحان؟ طيب من الأول كده أحب أقول لكم إن الفيلم ملوش خالص علاقة بالسفيرة عزيزة، والمنتج والمخرج استغلوا الاسم عشان يروجوا للفيلم، لكن لا القصة قصتها ولا الحكاية حكايتها، هم أخدوا الاسم بس عشان يشهروا الفيلم وينجح. واسمع مني أصل حكاية السفيرة عزيزة. الحكاية الحقيقية بتقول إن السفيرة عزيزة الفلاحة المصرية الجميلة رفضت تبقى أول وزيرة مصرية. أيوة، الرئيس جمال عبد الناصر عرض عليها تبقى وزيرة الشؤون الاجتماعية قبل ما يعرضوا على الدكتورة حكمة أبو زيد، لكنها رفضت لظروف خاصة. فقال الرئيس عبد الناصر: أتمنى بناتي يبقوا زي عزيزة، بس برضو مش هو ده السبب اللي خلاها مشهورة ولا يتضرب بيها المثل لحد النهاردة. السفيرة عزيزة كانت أشهر من نار على العالم في مصر والعالم العربي كله. في فترة الأربعينات والخمسينات اسمها الحقيقي عزيزة سيد شكري دحروب، أول سيدة مصرية يتم تعيينها سفيرة، وكمان كانت رئيس لجنة المرأة في الأمم المتحدة في الأربعينات. ياه، معقولة في الأربعينات؟ أيوة في الأربعينات، يعني البنت المصرية اتعلمت وأخدت حقوقها ووصلت لأعلى المناصب من زمان قوي كده. اسمع مني، هي دي الحقيقة. السفيرة عزيزة حكاية مثيرة وشيقة فيها أسرار وتضحية يتعمل منها 100 فيلم. اسمها عزيزة سيد دحروب، من مواليد 1919 في قرية ميتي عيش التابعة لمدينة مدغام في محافظة الدقهلية، واللي سماها والدها طبيب النساء والولادة الدكتور سيد باسم جدتها الحاجة عزيزة، وتمسك والدها بتعليمها رغم الظروف الصعبة اللي الأسرة كانت بتعيشها. الأم رحلت مبكرا وتركت أطفالها الخمسة عزيزة وعصمت ومحمد وحسين وليلى، وده كان الدرس الأول في حياة السفيرة عزيزة. قررت تضحي وتسيب دراستها عشان تساعد إخواتها يتعلموا وتراعي كمان شؤون البيت. بقت أم لأربع أطفال وهي لسه صغيرة. الأب الدكتور سيد رفض فكرة تضحية عزيزة بمستقبلها. خلوا بالكم أنا بكلمكم عن أب مصري عايش في الريف في العشرينات. الدكتور سيد أصر عزيزة تفضل في مدرسة الأم المقدسة، والتعليم فيها كان باللغة الفرنسية، ورغم مشاغل البيت ورعاية إخواتها والدراسة الصعبة نجحت وتفوقت. طيب الأب بعد ما نجحت وتفوقت في التوجيهية عمل إيه؟ طلب منها تكمل رعاية إخواتها وتقعد في البيت؟ لا طبعا، الأب المصري الأصيل مستحيل يكون عنده عقبة في وش مستقبل أولاده. الدكتور سيد بعد تفوق عزيزة قدم لها في الجامعة الأمريكية، ودي كانت معركة تانية خالص خدها الأب بشجاعة، وأصر على التحاق بنته في تعليم أجنبي مختلط. تخيلوا الدكتور سيد عانى قد إيه عشان يقنع المجتمع إن بنته تدخل الجامعة، وكرر التجربة دي نفسها مرتين مع بنتين تانيين. وكانت الجامعة الأمريكية بالقاهرة ما فيهاش غير ثلاث بنات مصريات، هما بنات الدكتور سيد دحروب. دخول الجامعة الأمريكية كان تحدي كبير للسفيرة عزيزة. طول عمرها بتدرس المواد بالفرنساوي، فجأة في الجامعة كل المواد باللغة الإنجليزية. دي لوحدها كانت كفيلة تخلي عزيزة نفسها تقول كفاية تعليم لحد كده. لكن اللي حصل كان معجزة تانية. في شهور الصيف وقبل ما الدراسة تبدأ، كانت عزيزة بتقرأ وتكتب إنجليزي بنفس درجة إجادتها للفرنساوي. سهرت الليالي وتعلمت لأنها بنت مصرية أصيلة مش ممكن حاجة تهزمها. اتخرجت عزيزة من الجامعة الأمريكية سنة 1942، وفي سنة 1945 اتجوزت عزيزة هانم من أحمد بيك حسين، أول سفير لمصر في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ثورة يوليو، واعتبرته عزيزة أستاذ ليها، وكان هو النموذج المبهر الثاني في حياتها بعد أبوها. أحمد بيك حسين بعد الثورة عمل دراسات متكاملة عن إنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية في مصر، وانطلقت عزيزة للريف تشتغل مع السيدات وتعرف مشاكلهم وتقدم لهم حلول من خلال جمعية سميتها مصلحة الفلاح، وأسست أول دار حضانة في قرية سنديون في الأليوبية، وهي أول حضانة في الريف المصري. بعدها حصلت عزيزة على لقب السفيرة بصفتها خبيرة اجتماعية وأول سيدة من المنطقة العربية تجوب الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم لإلقاء محاضرات عن العمل الاجتماعي والتنمية البشرية. زارت 40 ولاية أمريكية وحققت شهرة واسعة جدا، واتكلمت عنها الصحافة الأمريكية والعالمية عن السفيرة عزيزة أول مصرية وعربية في العمل الاجتماعي.
سنة 1945 اختارت مصر السفيرة عزيزة عضو في لجنة المرأة بوفد مصر في الأمم المتحدة، ودخل لها أول سيدة عربية ومصرية تتولى المنصب رسمياً في أول تمثيل لبلدها عقب ثورة يوليو. هناك وزي عادتها أبهرت العالم كله، وقدمت أفكار لتنظيم الأسرة وحربت الممارسات الضارة ضد المرأة، وفضلت عضو بلجنة المرأة بمنظمة الأمم المتحدة لمدة 17 سنة. واسمع مين؟ عزيزة هانم ضحروب نموذج مشرف لكل المصريات ومبهر للمرأة العربية، وواحدة من اللي حاربوا ميراث التخلف والرجعية. خرجت وكافحت لحد ما سجلت اسمها في التاريخ بحروف من نور. بشكر حضراتكم، واسمع مني داليا الخطيب. هيبقى في أفراح كتيرة في كل حتة في عمار، شعب شغل للنهار، يلا سمي يلا نمي فوق في الحديد، لا ما عندناش حاجة مستحيل.